بقول لك ما كون قال لي لا، يعني كنت انا عايزه اشتغل حاجه بره، فهو موافق يعني مرضاه. زوجك؟ ايوه. تمام. وبعدين حبيت اشتغل حاجه في البيت زي مشغولات يدويه كده خالص وحاجات، فقال لي لا برضه عشان عينيك. عشان عينيكي، هو خايف عليكي. اه طيب. ايوه. طيب اعتراضه بس علشان عينيكي ولا في اعتراض اخر؟ لا عشان بس يعني عينيا. طب وانتي رديتي عليه قلتي له ايه؟ لا انا عملتها بقى بس من وراه، يعني بقيت اجيب من غير ما اشوف. هنرد عليكي حالا يا استاذه سحر. طيب يعني هو رفض ان هي تخرج للشارع، فحبت ان هي تشتغل برضو وتعمل حاجه يدويه في البيت، بس هو برضو خايف عليها، قلبه عليها. فهل كده هي حرام ان هي تعمل حاجه من وراه؟ واضح من سؤالها ان هو مش معترض على فكره الشغل للشغل، يعني يعني هو ما عندوش مانع ان هي تشتغل، بس هو خايف عليها. فهي تحاول تقنعه بان هو ده مش هيضرها، وان ده يعني هيسعدها لو عملته، وساعتها مش هيكون في حرج يعني، والامر يعني بالتفاهم والتراضي بينهم يكون افضل. طيب وهي دلوقتي ده في حرمانيه ان هي بتعمل من وراه هذا العمل؟ هي يعني ما بتخرجش من البيت ولا حاجه، بس منع من انه يحصل بينها وبينه اشكال، الافضل ان هي تعرف لما يعرف يعني. فاحنا بننصحها ان هي تحاول تفهمه بشكل ودي. صحيح. طيب